اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة انتر وبنفيكا بدوري ابطال اوروبا. انتر يباغت بنفيكا في بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 50 بهدف ولا اروع لباريلا. هجمة منظمة رائعة من الجبهة اليسرى، كرة عرضية ولا اروع ليسددها رأسية باريلا من اعلى نقطة ويصدم الكرة بالأرض لتغير اتجاهها وتخدع الحارس. شاط الكرة بند في الأرض على طريقة بيليه الشهيرة حتى يخدع بها حارس المرمى. هدف رائع للإنتر، مباراة على صفيح سخن. تابعونا لمعرفة من سيفوز في هذه المباراة.